نالا سعدا إن شاء الله وزير هذا يذكر بعضنا نوايدين من دونان هوجانكا وعيقلين توزارة قاشان لقى هي حفيزك وعيقلين توزارة الدين تي وظافتا شقك وظن حيسان أنمد مركك وظهرت إلهي أنك عبصنه نبي عليه الصلاة والسلام وحيري لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا نبي عليه الصلاة والسلام وحيري هيس حسدنا هيس عروننا هيس دبر جيديننا هيس جاجوسنا هيس دبقلنا قفكين قفك ليون وعرونين وكونوا عباد الله إخوانا ولا لنغضوا ولا لنمو يستعلان شو عيدا كل أحد يستعلا ذو أي نقول كجارنا ثم هداد إلهي تقانه رسولك ستقانه هذا قف كاس وحده لبي إيمانك نبتا هابو هاي استاوي نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحيري ذاق طعم الإيمان إيمانك معانك سوحد لبي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وحد لدمي إيمانك لبتيسة قفك إلهي أضيعة رب النمدي سنكرى للنقضة إلهي إن رميسيه ومسلم هو كرى للنقضة دينة إسلامك مسلم بيننا صوما صوماليا وجمهورية مسلمة عيدا كيسنا وعيدا مسلمة مبادي دي إيمانك يا أركانتي يا أخلاق دي دينة إسلام كورنا بالغة ربائر وليه إنت أسكدي نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحو يري الله إن دوت ناري مطابة يري عين بكت من خشية الله وعين بات تحرس في سبيل الله الله إن دوت ناري مطابة يري نبي قلنا عين إلهي درتي لأوي دي أذيقو كليقاء وإخلاصي إلهي درتي وعبادي سنة يهضي اللي نكاتي ما دو قفكاسي ناري مطابة يري نبي عليه الصلاة والسلام وعين تحرس في سبيل الله إلوا بريستي يضو إلهي درتي وردية وهيص إحراس واتق أنا صومة وردية إن وردية لقود درد وردية أهيص قد سوجد عاورن لكن محد كسوجدي عبادة كسوجدي صومة أديكوا منافقين دفاعية أديكوا قالة دفاعية أدو خوارج كدفاعية ذلك عيو محل الدفاع مركز إحراس أهيص مركز الدفاع هيص وردية أهيص وحال يرى هذا باب الجهاد مركي لقى هضيو هدي أفر أم بالي للجهاد صوما نفي الشيطان بالي للجهاد وعبادة لقول الجهاد قال للجهاد منافقين بالي للجهاد خوارجنا ولا للجهاد صوما هدي أد الشيطان إيه نفت هذا للجهاد إيه عبادة كل الجهاد إيه قرآن أخرس صلاة يصون إيه عبادة كل الجهاد إيه ووحا إنه هدى كجر صوما وذا صومني رقاص وذا صوما ومؤمنين تا وحي نفتوضا إيا الشيطان حكمينين عبادة إلهي بكو حكمينين صوما ثم الدفاع باجر صوما يا للدفاع يا للجهادة يا للجهادة وحلقوا الجهادة قالوا وحلقوا الجهادة منافقين وحلقوا الجهادة خوارج بلقوا الجهادة وحلقوا الجهادة أنواع البدع بدعوين كالنوعية ذوذك للدوان ورب للجهادة بدعوة تغنى صوما تليها إيجو الرئيو هذا هذا الكشيء جي النبي قال عليه الصلاة والسلام وحيري يهود هي نصارى هي إسلام كأيون النبي وطيح عليه الصلاة والسلام وصدح هذا وحال سكير هذا أهل الكتاب نصارى أما قلادة كريستان كلي رادو هي يهود هي إسلام كصدح هذا وأهل الكتاب بيسكويه يهود النبي عليه الصلاة والسلام وحيري تضبعات هي كوفي قي وقيب سنتي كريستان كينا تضبعات هي لبافير قي وقيب سنتي وما ضيذنا تضباطاً يصدح في القيو قيب سميسا نبي عليه الصلاة والسلام وحير كل قد وأهل النار إلا فرقة واحدة وفرقة أهل السنة والجماعة عقيدة كل قوة وحيق الأفصنتها عقيدة أصدتك هايسا ما أنا وأصحابي والنبي قلت المامي أنيقا يا أصحابتي عقيدة أصدتك هايسا تدك أسبا أهل الجنة إنتك للو أهل النار مركة تضباطاً يصدح فرقه تدك يو قيب سمي أي هل قال أهل الجنة كن قط أنت كن أهل النار نقدين ثم أنت متجوعان هو آيات أحاديث دلدلية وقرآن كأخرين يا وتراويح تكن يا وصلاته دوج يا وهذا نضد كقرحين يا وهذا نضد كلباتين يسمى إذا ناركين هو اسم حيه المرك
kuwaas waa inaad ka aqoonsato firqada saxda ee islaamka iyo iyaga waa inaad kala garatid ma suurta geli karto cadawga khawaarijtu inay soo dhaxgalaan ciidan dhisan oo waxa weeyaan unug iyo koox iyo horin iyo urur iyo guuto iyo gaas iyo ilaa jeeshkii ugu sarreeya u dhisan waa inaad garan karto oo maskaxdaada iyo caqligaagu shiilan yahay oo dareemi karto cadawgaasi meeshuu ka soo galay unugtuu ka soo dhexbaxay midka khawaarijka ah oo taliyahaaga inuu dila doonaya oo askarigaaga inuu dila doonaya oo muwaadinka soomaaliga ah oo waddankiisa iyo dalkiisa inuu ku noolaado xaq u lahaa la diriraya oo inuu qarxiyuu dila doonaya waa inaad garan kartid meesha uu ka soo baxay unugta uu soo dhexmaray meeshuu ka yimid xagga ciidanka dhexdiisa iyo xagga shacabka dhexdiisa annagu shacab baan idinka nimid soomaa waa inaad garan kartid marka wadaadka naseexada iyo diinka cadaaladda ku salaysan iyo diinka qaraxa iyo ismiidaaminta iyo kharbudaadda iyo inaan la noolaanin diinka noocaasa aaminsan iyo midka naseexada iyo wada shaqaynta iyo nidaamka iyo dowladnimada ogol waa inay idiin kala saarnaadaan haddayna idiin kala saarnaanin oo idaan kala soocin oo adigoo intaad fasax qaadatay magaaladaada iska dhex jooga ka khawaarijta ama aragtidooda aaminsan ama fikraddooda iyo idoloji iyo maskaxdoodu ay ku jirta aaminsan iyo ka kale naseexada iyo cadaaladda iyo diinkii nebi maxamed haysta haddayna kuu kala soconaane weligaa ka guulaysan maysid kooxaha khawaarijta maxaa yeelay qof hadda aad aragtay oo isagu isqarxinayo oo isdilaya ma wax nolol u ogol yahay bini aadamka leh isaguba hadduuba isdilayo ma nolol hadafa inuu naag guursado inuu dhaqaale yeesho inuu dowlad dhisto inuu wax abaabusho wax hadafa muu ka leeyahay wax hadafa kama laha nolosha aadamaha adigu marka hadaf iyo nolol baad ka leedahay aadamaha ibni aadamkan ilaalintoodii baad hadaf ka leedahay waa inaad ilaaliso sharafta iyo qiimaha iyo karaamada bini aadamka uu leeyahay uma ciidankeenna xoogga dalka soomaaliyeed waan idinku bogaadinaynaa waajibaadka aad gudanaysaan khawaarijta aad la dagaalamaysaan adigoo jooga waxaa la rabaa halka nin oo askarteenna ka midihii inuu kun nin oo khawaarija u dhigmo kun nin oo khawaarija inuu ka caqli badan yahay inuu ka karta badan yahay inuu ka abaabul badan yahay inuu ka gacan adag yahay oo ka caqiide adag yahay ka mabda adag yahay oo aan la loodin karin kun nin oo khawaarija hadday isu yimaadaan keliga uu ka adkaan karo waa waxaad ku talageli kartood oo dadkeennuna ay dareemi karaan way marka ciidanka waxaan leeyahay culimaa iga dambayn doonta hadalka badin maayo waxaan isku soo koobayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay uma awrafna alkitaaba aladiina astafaynaa min cibaadina faminhum daalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraat ilaahay wuxuu yidhi kuwa dhaxalka iska leh maxaa la dhaxlaa ma adduunya la dhaxlaa adduunyadu waxba ma aha nebi maxamed maxaa laga dhaxlay saxaabadiisa maxaa laga dhaxlay jihaadkay geli jireen dagaalladii hoggaamin jireen maxaa laga dhaxlay khawaarijtu ma hadda unbaad moodaysaan inay soo baxday nebi maxamed oo nool bay soo baxeen saxaabadii nebi maxamed bay laayeen saxaabadii nebi maxamed ay la diriri jireen nebi maxamed oo diinkii xaqa afaafinaya fawdayn jireen dulquwaysara atamiimi iyo waad aragteen dulquwaysara atamiimi nin wuxuu ahaa gar dheer leh oo madax xiiran oo surwaalku u gaaban yahay hadduu khamiis xirtana khamiisku u gaaban yahay oo koodadku soo waaweyn yihiin oo indhihiisu god ku jiraan oo calaamadahaas labu ahaa nebi maxamed oo nool ayuu fawdo ka sameeyey saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dagaalamaya oo jihaad ku jira way is abaabuleen xilligiisa abubakar bay dagaal ku jireen oo qaarkood intay qabaa'ilada inta u sheekayaan bay dhihi jireen diinta ay ka leexiyeen manhajka saxda ahaa oo yidhaahdeen zakada ha bixinina ha soomina nebi maxamed mar hadduu dhinta idinkana kala tagu ay ku dhihi jireen way soo socdeen xilligii sayid cali bin abi daalib 21,000 oo ciidana ayay intuu is abaabusheen ayay dagaal galeen oo saxaabadii nebi maxamed weerar ku qaadeen intaas way dagaalamayeen marba heer bay soo gaareen laakiin waxaa la yidhi khawaarijtu waxaa la yidhi qarni markay joogaan qarnigu waa 100 sano markay joogaan ma marbay soo baxaan dadkay mufka siiyaan way laayaan ma waxay inoo rabeen baa jira dadkeennii way laayeen dalkeennii way burburiyeen maalin walba dhib unbay ummaddeenna ula taagan yihiin soo maa dadka la rabo inay ka qabtaanna waa innaga dad inoo soo dhalanaya maa jira dad waddan kale nooga soo duula taliyuhu hadda waa kii yidhi turki iyo dowladaa noo imaanaya dowlad kastoo noo timaada innagu haddaynaa ninka khawaarijka aynaan iska qabanin ciidina naga qaban mayso ninka turkiga xarunta turki soon buu joogaa agaasimayaashii way arkeen sidan oo kale aan wacyigelin ugu tagnaa xeryo kalay tagaan tababar bay kuu samaynayaan waxbay kuu diyaarinayaan
لكن دل كاغا مي كو دفاعيا دل كاغا كو دفاعي مايا دل كاغا كو إلالين مايا نقالا كو أبوري مايا دولة دادا كو ديسي مايا وإنه نكو تلقلنا خوارج تاسين دل كينا وحورا الله مستقبل كدو يميت كدير انتبا وحنا أنفعي غفق إنو ديسيا هاي وقلبي يسو ديسيا هاي وعقيدة ديسو ديسانتا هاي ووحاو كل مانا يو أجيها وي وحاو كل مانا يو وإنو أجيها هاي وذكته صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انت اي جهاد قلي جرين ما حاو جهاد جرين مين ادون هلان او دولة الاستان او وعلا غاجيان بيوز مايا ما با دين 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 هير قليان اي او جهاد جرين وي انك انا صدي او كلا اينو نهاي ننكستو انت اينا كم بدا ورياتاي مركي لي رياض ياد رميسان تاي الله رميسان هاي نبي محمد بار رميسان هاي صحابة دي سيبان جعل هاي علماء دي بان جعل هاي انتو ساسولي هاي سوما محان نودي دي مركة منها جكود انا كسعنا وح نودي دي يا مجيرو وإن المنهج كودي كسعنا كدقال قلنا كجهاد قلنا كسعنا إلهي سبحانه وتعالى وحليه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين كو وددين كد ذالي وأن هنونينا ودونا كسنبا قاد سنين مارك بارك الله فيكم هذا الكيد كل يرين ما يوم وحن كسو كوبيا عيدا كحوق دلك الصومالية إن تقولي ستان خوارج تكقولي ستان إذن كالحدين قولي ستان باسمه عقيدة يدين كأي مباديدة إن تقول ليس تام وحرجين يا سنة كصوص صعدة أنو جوال با هل لنا علماء إن لجهل وكل جين هداد ميل تكتان فرينا إن خطبة الجمعة أوكتان صلاة هي أوكتان هذا كور وحجري جري لا بقى يبود بجيرت قيب إدارة أو معاملة هي قيب عيدنا سحابة النبي جانو نويل هاين قيب عيدنا أو دجال قشة أو حول جلسة أو عيد لا دجال أنت عدوه أما منافق هلا لا ديريرو أما خوارج هلا لا ديريرو أما قارة هلا لا ديريرو دقال كيسي قيل جيري وغيبت الدفاع قيبت مامولكونا ويكسر ريسي قيبت مامولكا يدون واسيدا سوكالي وإن أدمرك قلبك قولي سيهي وقيبت مامولكاكا وطليهاكا يحفيسكاكا يميش لغا حكومو إيا أذيقو آد اسكوطنا فانتهيو ميش لغا سو أمر أيو وإنو ناني خوارج كوفاريسان وتكدك تونتاي هديك وران أذيقو الدفاع كجيرا وفرينت آدي حفيز كاجي إدارة وني خوارج كوفانية وحبك هو توسية مر عدلا لوجود ليه لوجود مش مية وين عقل جاجو مرك وش صريه وحفيز كتليها جوجو يا حفيز كفرين تأدى هذا يسوع يا كخوارج كطلب دري ريسو أنت ووين يسوع كحريين والنظام كود يرسن وتكوت لك شيء وين تكوس عتيد مرك بارك الله فيكم شيخ الله يقدم ما يندونا وكسر دوين يا يمرحنا كلنا لا صعطة وحني دير رجينا يقول إلى إذن كيسة إن تقولي ستان waddankeena iyo dalkeena iyo diinteena inaynu u dhimanno u dagaal galno ku shaqeyno inagu aynu nafteena ka bilowno nafteena thumma mujtamaacena dadkeena thumma si guud ahaan dalkeena inaynu ku tala galno marka wacyigelinto insha Allah intaas ku soo koobaya